أولا كنشكركم على الزيارة ديالكم، وهذه مناسبة لتهنئة الطبقة العاملة بالعيد العمالي ديال الفاتح ماي، اللي هو عيد عنده دلالات مهمة وكبيرة بزاف، وكما سبقت وقلت في الكلمة المتلفزة الموجهة إلى الطبقة الشغيلة على أنه إحنا كنفتخروا بها، مش فقط لأنه إحنا فاتح ماي، ولكن لأنها طبقة كانت من المساهمين الأوائل في استقلال المغرب، عندما التأمت حول جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه آنذاك ضد المعمر. وهي طبقة كذلك خدمات لمدة عقود، وهي اللي أعطت هذه القوة الاقتصادية المغربية بالمعامل ديالها وبالمصانع ديالها. وهي طبقة كذلك كان عندها الفضل علينا في أثناء كوفيد 19، اللي كيف ما عرفتوا الآلة الإنتاجية المغربية لم تتوقف، وكان واحد التجند وراء صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله باش يبقى المغرب مستمر ووقف على رجليه. وفي هذه المرحلة الجديدة اللي احنا فيها، اللي فيها السيادة ديالنا على واحد العدد المستويات الاقتصادية كما جاء في أحد الخطب الملكية، كذلك هي طبقة هي اللي غدير هذه السيادة هذه من خلال العمل والكد والجهد ديالها. إذن من الطبيعي جدا لأي حكومة مسؤولة وسياسية ومنتخبة كتحترم الإرادة الشعبية أن تنصت للإرادة الشعبية. طريقة باش الإنصات للإرادة الشعبية هي يكون عندنا واحد الحوار الاجتماعي مع النقابات ومع أرباب العمل اللي كتمثل هاد الفرقاء كله. وملي جينا درنا هاد الحوار الاجتماعي اتفقنا على واحد العدد ديال الأمور، والحمد لله هاد السنة اللي دازت راكم شفتوا عددنا عدد كبير من المنجزات. وخصكم تخيلوا أنه وراء هذيك المنجزات، سواء في الإصلاح اللي درنا ديال الصحة اللي مس 30,000 ديال المستخدمين في قطاع الصحة، واللي فيه رفع الأجور مهم عبر دفعات ولكن كاين وموجود، القطاع ديال التعليم العالي كذلك اللي فيه واحد العمل كبير وجهد جهيد مس 18,000 ديال الناس اللي خدامين في القطاع التعليم العالي من أساتذة ومن مكونين ومن أطر، كذلك القطاع ديال التربية والتكوين والتعليم المدرسي اللي فيه أكثر من 300,000 ديال الموظفين والموظفات، منهم أساتذة، منهم موجهين، منهم موينين، منهم معلمين، واللي درنا فيه واحد العدد ديال الأمور اللي فيه كذلك رفع للأجور وتحسين القدرة الشرائية. هادشي كله قمنا به في إطار الحوار الاجتماعي بواحد الميزانية يعني غير مسبوقة بلغت 14 مليار ديال الدرهم، بيد أن في حكومة سابقة راه في أحسن الأحوال ما فتناش 9 ديال المليار ديال الدرهم أو 8 ديال المليار ديال الدرهم. وانتم كتعرفوا الوضعية اللي احنا فيها اليوم راه لا تخفى على أحد، لا تخفى على أحد، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاحنا تنحاولوا كحكومه اننا كنخدموا في واحد الشفافيه تامه، تنجيو تنتكلموا مع النقابات، تنتكلموا مع ارباب العمل، تنعطيوهم المعطيات وتنقول لهم راه عندنا اولويات، راه خصنا نصلحوا البلاد، راه درنا الرفع في الاجور ولكن خصنا كذلك يكونوا اصلاحات. ولكن كيف ما قلتوا في السؤال ديالكم انه فعلا القدره الشرائيه تضررت ديال المواطنات والمواطنين ديالنا، الحكومة ما بقاتش مكتوفة الأيدي، قامت بعدد كبير ديال الإجراءات في هذا المجال. أعطت 5 مليار ديال الدرهم صندوق المكتب الوطني للماء والكهرباء. كل فاتورة ديال الماء والكهرباء ديال 100 درهم الحكومة تتعطي فيها 75 درهم. كل فاتورة ديال 200 درهم الحكومة كتعطي فيها 125 درهم. الحكومة أعطت 22 مليار ديال الدرهم في البوطة في الغاز. كل قنينة غاز الحكومة كتمول فيها 90 درهم. هذاك الكهرباء اللي كنهضر عليه راه في دول أخرى الثمن تضرب في 3 حتى 10، ومنها دول متقدمة. باش تعرفوا الحدة ديال الإشكاليات اللي وقع على المستوى الدولي، ماشي غير حنا. ولكن ما وقفناش مكتوف الأيدي. السكر 4 مليار و800 مليون ديال الدرهم، مبلغ كبير جدا. النقل الطرقي 5 ديال المليار ديال الدرهم، وزيد على هادشي التفتيش اللي كان في أكثر من 300,000 نقطة تجارية على هادشي ديال الاسعار، 12,000 مخالفه تقييدات ومصادره 1100 طن ديال المواد اللي ما كانش اللي كانت فاسده. اذا كاين واحد العمل وكاين واحد الضخ ديال 14 مليار ديال الدرهم، وهو كيف قلت لكم رقم كبير في القدره الشرائيه عبر الاصلاح ديال اللي كان في القطاع العام، وكاين الرفع ديال الحد الادنى للاجور اللي كان في 5% في سبتمبر اللي فات، وكاين راه علمت عليها 5% في هاد شتنبر المقبل ان شاء الله في القطاع يعني الخاص اللي ديال التجاره والخدمات والصناعه، وكاين 5% اخرى في القطاع ديال الفلاحه. ان هادو كلها اجراءات، ورغم هاد الاجراءات هادي وحنا عارفين والتضخم طبيعه الحال كاين، ولكن رحنا في صراع
مع هذه الامور، وكنديروا واحد المجهود كبير جدا. بطبيعه الحال الهدف ديالنا هو نخفوا من الحده ديال هذه الاشكاليه الدوليه وهذا التضخم المستورد على المواطنات والمواطنين ديالها. بدينا كنشوفوا تراجع الاسعار في عدد من الحمد لله المواد، وحنا باقين في هذه السيروره هذه. ولكن ملي تكلمنا مع النقابات ومع ارباب العمل في هذه دوره ابريل، اتفقنا على ان غنديروا واحد اللجنه ديال اللياقه الاجتماعيه بحال اللجنه اللي كانت ديال اللياقه الاقتصاديه شحال هادي. وهذه اللجنه هذه غادي تكلف بدراسه كل سيناريوهات ديال تحسين القدره الشرائيه في اطار رفع من الاسعار، الرفع من الاجور، عفوا تخفيض الاسعار رفع الاجور. غادي نشوفوا شنو هما السيناريوهات الممكنه حسب الامكانيات اللي عندنا. وبطبيعه الحال الحكومه راه متجنده، بالعكس حنا راه المواطنين ديالنا هادو. هذه القوانين هي قوانين فعلا فيها شويه ديال التعقيد، لان قوانين بحال دابا الاضراب 60 سنه ما عمره ما خرج للوجود، رغم ان الدستور تفرض انه يخرج للوجود وقانون تنظيمي. مدونه الشغل هذه زوها 20 سنه لم يتم فيها اعاده النظر، وكاين واحد العدد الاشكاليات مطروحه في ارض الواقع. وهذه قوانين عندها اولويه، وحنا ما نخفيكش انها من اولويات الحكومه، وغادي تخرج ان شاء الله باذن الله. والمسلسل ديال التشاور مع النقابات ومع ارباب العمل راه غادي يكون كما ينبغي، في انصات وبهدوء وبرويه. الهدف هو الوصول لواحد التوافق اقصى ما يمكن في هذه المجالات هذه، ولكن عندنا كذلك بطبيعه الحال المسؤوليه كحكومه على ان هذه الاصلاحات تخرج للوجود، لان كاين انتظارات كبيره في سوق الشغل عند المواطنات وعند المواطنين. كاين واحد الفئات كبيره متضرره من واحد الاوضاع، العمال المنزليين، العمال ديال النظافه، العمال ديال المسائل ديال الامن. كاين واحد العدد الاشكاليات، كاع الناس اللي خدامين في ايصال الطلبيات ما عندهم حتى شي اطار قانوني كيحميهم، العمل عن بعد، العمل ديال المراه من الاولويات الكبيره. راه ما يمكنش تحسن عمل المراه الا ما صوبناش مدونه الشغل. وبالتالي هذه امور احنا الايجابي هو الرسائل اللي تلقيناها من النقابات كلها هي انها جوج رسائل مبدئيه. اولا هنالك استعداد للدخول في جميع المواد. النقابات كتطلب وهذا حقها انه تكون واحد الوضوح واحد الشفافيه ويكون واحد التشاور. وهذا بطبيعه الحال الحمد لله من الجين ديال هذه الحكومه، هذه من الجينات ديالها. وانا شخصيا حرصت في الحوار الاجتماعي يعني انه هذه الامور هذه تكون موجوده، والساده الوزراء كذلك، وعلى راسنا السيد رئيس الحكومه. ولا ادلى على ذلك من اننا غاديين في المأسسة الحوار الاجتماعي من خلال جوله ابريل. راه ما كانش تتكون هذه الجوله ديال ابريل كاينه اليوم لانه درنا المأسسة. هو مزيان هذا السميه ديال هذا النظام الاساسي الموحد، اي انه ما فيه شيء الفروقات. وهذه كنظن من الامور المهمه اللي جات بها الحكومه واللي جات بها الوزاره ديال التربيه والتعليم، واللي كان دعم ديال الحكومه باش يخرج هذا الاتفاق للوجود. هذا الاتفاق خدا شويه الوقت، ولكن طبيعي انه ياخذ الوقت، وكانت اجتماعات كثيره فيه. وصلنا لاتفاق في يناير من هذه السنه هذه اللي كيعطي المبادئ ديال هذا النظام، واللي كيعطي المبادئ ديال الاصلاح. يعني الفكره هي ان الموارد البشريه ديال التعليم والتربيه هي في صميم الاصلاح. كيفاش نديروا الاصلاح؟ بالحيوط او بالانفورماتيك او بالانظمه المعلوماتيه، او كنديروا الاصلاح مع الاطر التربويه والتكوينيه. الاستراتيجيه ديالنا كانت واضحه في هذا المجال، والتعاقد بين قوسين مع النقابات ومع يعني الفرقاء الاجتماعيين كان واضح. اولا قلنا لهم فين ما كاين شي حيف ديال الاسره التعليميه، ما غنذكروش حنا على الاصلاح ديال التعليم، فين ما كاين شي حيف ديال الاسره التعليميه يجيبوه لنا ونحلوه، باش ما نمشيوش عند المعلم او نمشيو عند الاستاذ ونبداو نتكلموا معاه على كيفاش خصو يخدم، وكيفاش خص المدرسه تكون حسن، وكيفاش خص يكون الواقع على التلاميذ، وكيفاش التعلمات خصها تحسن، وهو كيشوف راسو مظلوم. وهنا الحكومه خدات واحد القرار جريء جدا، وما عمر شي حكومه في تاريخ المغرب ما خداته، وهو تسويه واحد الملف اساسي ديال الترقيه ما يسمى بالدرجه الممتازه، اللي زوها اكثر من 70,000 ديال الاطر التربويه اللي كاينه على مستوى الابتدائي ومستوى الاعدادي. كتعرف ان واحد المعلم وكذا المعلم ان يكون رسولا، او واحد الاستاذ في الاعدادي ما يمكنلوش كيوصل للسلم 11 ما عنده فين يزيد، يمكن يبقى 20 عام في ذاك السلم 11.
كيفاش يمكن لك تجي تتكلم مع هذا السيد ولا هذه السيده وتقول له لا راه خصنا نديروا الاهداف البيداغوجيه والتعلمات الى اخره؟ ما يمكن شيء. فهذا كان واحد القرار حاسم درناه في الحكومه، وكان فيه قرار السيد رئيس الحكومه، وكان تجند الوزارات المعنيه بالامر، الميزانيه والتربيه، وحنا كمسهل لهذه العمليه هذه ديال التفاوض مع النقابات، باش وصلنا لانه هذا الحيف الكبير يتحل، وجميع الناس اللي خرجوا التقاعد هذا العام غادي يستافدوا من الدرجه الدرجه الممتازه في 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 التربيه والتعليم. يعني شوفوا يعني الطريقه باش عالجنا الموضوع، وهذا الشيء هذا ما كانش في الاتفاق ديال ابريل اللي فات، ما كناش كاتبين انه ضروره حسم، لا، ولكن درناه علاش؟ لان النقابات جات بواحد الموضوع منطقي واحترمنا هذا الموضوع ولقينا له الحل المادي والمالي والموازناتي رغم الظرفيه. لهذا الحمد لله متفائل بالنسبه للمستقبل بالنسبه لهذا القطاع بالضبط، وغادي تستمر هذا القطاع راه دابا كيف ما القطاع ديال الصحه، غادي تستمر النقاشات في الحوار الاجتماعي القطاعي باش تنزل هذا الورش ديال الاصلاح اللي فيه فئات اخرى اللي الحمد لله غنتبعوها بتدقيق.